طيب بس لازم نجي نبحث عن اسباب عزوف الجماهير عن الحضور. كابتن احمد انطى اسباب عن حضور الشرطه. نتائج كابتن الجويه بالاسيويه في ملعب المدينه ما الملعب ما قبط احسن. اوكي مقارنه لكم مباراه مهمه لبايرن ميونخ برشلونه، بس حتى بالدوري تعال شوف لي مباريات القوه الجويه، او شوف لي مباريات الطلبه، او مباريات الشرطه الزوراء ورغم ظروفه بس اكو حضور نسبي. شنو سر عزوف الجماهير؟ تذاكر غالية، عدم اهتمام، ماكو تسويق للدوري، شو دوري نجوم وملاعب جيدة، وين المشكلة اللي بينكم وبين نفسكم تتحدثون عن هذا الموضوع؟ يعني أعتقد هو نشوف احنا كل بيت بمشاكل، فهم المشاكل ما تنظم دائما تصير، يعني الجمهور عنده علم بيها. أعتقد الجمهور الجوي هم يعني عندهم نسبة زعل كبيرة، يعني ما يحسون بأن هذا الفريق يقدر ينافس ويروح بعيد. هاي واحد. اثنين أكو فد أشياء جاية تنقل، هي من ضمنها هي أعطاء راحة يعني من الكادر التدريبي 10 أيام، من ضمنها راحة سلبية. راحة سلبية من ضمنها ملف المحترفين، فهاي الحسابات أنت كمشجع أنت تبقى متخوف من يمها. شنو الحل؟ لا حد يطلع يبرر ولا أنت تنقل للنقطة الإيجابية. النقطة الإيجابية يا كابتن وسام، اللاعب العراقي علاقته بكرة القدم ساعتين فقط. صحيح. ساعتين فقط اللي يجي بيهن بالنادي، احنا مو محترفين، احنا مو يروح يتمرن 5 ساعات و4 ساعات بأمانة، ماكو هيك عندنا احنا. فالنصيحة لك ساعتين ويجي من ورا خشمه. نصيحة لك انت والله ما له خبر، بس يريد يخلصها يريد يخلصها وتجبره جبر على التدريب، واكو لاعبين ما يتمرنون، يعني دير وجهك انت هيك، هو ما يتمرن هو إلى التدريب. فانت هاي الثقافه، هاي ابتعد عن هاي الثقافه، انت ابتعدت عن الفريق في ظل المنافسات ونقطه حرجه كانت، يعني انت تغلب تتفرغ للدوري. لا ملف المحترف